أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المقصود بمكر الله تعالى، وما المراد بالأمن من مكر الله؟ مكر الله هو إيصاله العقوبة إلى المستحق، إيصاله العقوبة إلى المستحق على وجه لا يشعر به ولا يدري عنه، هذا هو مكر الله، وهو مكر محمود لأنه عدل بخلاف المكر من المخلوق فإنه مذموم لأنه بغير حق ظلم. أما مكر الله جل وعلا فهو عدل لأنه لا يكون إلا مع من يستحق العذاب. نعم.